يكون في شخصين يتضاربون، انت تسأل نفسك تقول اتدخل، انتصر لأحد، اكلم الشرطة، اوقف مع فلان، اقدم شهادتي في المحكمة مع فلان، ولا انسحب؟ وبكيفهم احترقون، انا ما في شيء جاني ولا في شيء لمسني ولا دخلنا الموضوع. طبعا كثير من الناس ممكن يختاروا انه انا ما لي دخل ومو شغلي، لانه اغلب الناس يعني ما تبغى تتورط وما تبغى تدخل نفسها في سين وجيم وما تبغى. يعني خلني اذكرك، لما تشوف مثل هذا المشهد قدامك اسأل نفسك ايش علاقتك في الموضوع، ايش دخلك في الموضوع؟ مو العلاقة الظاهرة، لا، ابغاك تستعرض تاريخك وتسأل نفسك بماذا يذكرني هذا المشهد، ما هي العلاقة ما بين تاريخي وهذا المشهد اللي انا قاعدة اشوفه. خلونا نفترض انه في قدامك طفل يتعرض للتحرش، هل تعرضت في الطفولة للتحرش؟ هل كنت تهرب من شخص يتحرش فيك؟ فمعناها انا في هذه الحالة اقول انت مسؤول، لان هذا ضمن كارمتك، لان هذا موجود ضمن تاريخك، وقاعد الكون يوريك الصورة قدامك، المشهد قدامك. شوف ايش دورك، ايش اللي انت ممكن تأديه لهذا الشخص، ايش الطاقة اللي ممكن تمررها. هل فهمت الدرس ولا ما فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس ولا يحتاج يجي واحد يتحرش فيك عشان نتأكد انه انت فهمت الدرس ولا ما فهمت الدرس؟ لما تشوف شخص ينسرك تشوف لي دخل ولا ما لي دخل؟ وقف واسأل نفسك، انا ايش دخلني في الموضوع؟ خلني استعرض تاريخي، خلني اتذكر، خلني انتبه، في احد سرقني قبل، في واحد نصاب جاني قبل، في فلوس ضاعت ما ادري وينها، في اغراض، في مجوهرات ضاعت ما ادري وينها. معناها هذه رساله، الكون قاعد يوريني رساله يقول لي شفت كذا الاعتداء، انت راح تقوم بمسؤوليه العقوبه، راح تؤدي دورك وراح تتفرج. لانه قبل شوي احنا كنا نتكلم عن الحدود لك انت شخصيا، طيب لتجربتك الشخصيه، تجربه روحك. احنا الان نتكلم عن الحدود في الصوره الكبيره، في تجربه الحياه، في الصوره الكبيره لكل الارواح مجتمعه. في حدود، في حدود، يعني لما يجي القلب يقول لا والله انا اعطوني اكثر من الكليه، والكليه معناها بتتورط وبتتضرر، والكليه تقول لا انا اعطوني اكثر من الكبد، وكل واحد يعني يعتدي على الثاني، مو معقول انت تتفرج، مو معقول. لا، لازم كل واحد يلتزم مكانه عشان كل الصوره الكامله تشتغل صح. لكن السؤال المهم انه لما يصير المشهد قدامك تقول انا وش دخلني؟ ليش؟ لاني اول شيء ابغاك تفهم الرساله الكونيه اللي قدامك، ثاني شيء ابغاك تنتبه للعلاقه ما بين الكارما والعقوبه، مسؤوليه العقوبه، في علاقه مباشره بينهم. وعلى فكره ما في مشهد يجي قدامك الا هو رساله، مشهد بهذا المستوى، مشهد بهذا المستوى الا هو رساله لك، الا هو اختبار. يعني لما تشوف مثلا تشوف طفل يتم التحرش فيه امامك، اعرف انك امام اختبار، وانك الان بيدك القرار، تكلم البوليس، تصرخ، تسوي شيء، ولا تقعد تتفرج تقول ما هي دخل بسوي نفسي ما شفت. فتذكر دائما ايش العلاقة ما بين المشهد وتاريخي، ما بين المشهد هذا وكارمتي وحياتي اللي انا مريت فيها، وسلسلة المشاكل، المصائب، الورطات اللي انا تورطت فيها في حياتي. ستجد انه في كل مرة راح يكون امامك رسالة كونية فيها هذا المشهد اللي يتطلب عقوبة، المشاهد اللي تتطلب عقوبة راح تلقاها قدامك، لان لك كارما في الموضوع، لك يد في الموضوع.
لك كارما في الموضوع.